فضيلة الشيخ عطية صقر، يلجأ الكثير من الشباب إلى الاستمناء أو العادة السرية، ويقال إنها مهلكة لصحة الشبان والفتيات، فهل حرمها الإسلام مثل الزنا أم توجد بعض المرات التي تبيحها؟ تحدث العلماء عن استخراج المني بغير طريق المعاشرة الجنسية ويسمى بالعادة السرية، وحكموا عليه من واقع قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن واقع الأحاديث التي وردت في لعن من ينكح يده، وآثار وردت عن بعض الصحابة والتابعين. وبعد التحقق من دلالة الآية على أن الذين يعملون ذلك هم عادون أي متجاوزون المشروع، ومن أن الأحاديث ضعيفة والآثار متضاربة بين الحل والحرمة، بعد كل ذلك قال الشافعية والمالكية إنه حرام لأن فاعله من العادين، وقال الأحناف إنه حرام إلا لضرورة كعدم الوقوع في الزنا الذي تهيأت أسبابه، وكذلك حرمه الحنابلة إلا لحاجة. وبعد استعراض أدلتهم أصدر مفتي الديار الأسبق الشيخ محمد حسنين مخلوف فتوى نشرت في مجلة الأزهر تقول: من هذا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم. والمروي عن أحمد بن حنبل وعن الحنفية جوازه عند الحاجة وللضرورة القصوى، فيكون من باب ارتكاب أخف الضررين. هذا وأوصي بالاعتدال في الغذاء والبعد عما يثير الشهوة لغير القادرين على الزواج، وبالصيام الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا كان الحكم يشمل الرجل والمرأة فلا يجوز الإكثار منه والإصرار عليه، فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح، والله أعلم.